أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. الهيئة نت في إطار التدهور الأمني المتواصل العثور على جثة رجل مغدور شمالي العاصمة. في صحيفة المدى، الحزب الفائز في كركوك يعتزم الطعن بالطعون، الخاسرون تلاعبوا بالصناديق قبل العد اليدوي. في كتابات، عمليات ابتزاز في المدن العراقية المحررة والتهم كيدية. الجزيرة نت، اتفاق لإنهاء القتال بدرعا وإجلاء المعارضة. العربي الجديد، درعا روسيا تفرض اتفاق تصفية المعارضة. القدس العربي، مسؤولو حلف الأطلسي قلقون من قمة ترامب وبوتين. وفي الحياة، ارتفاع ملوحة شط العرب يهدد الحياة في البصرة. نجوم البرلمان من أصحاب الأصوات العالية والحضور التلفزيوني الكثيف تحولوا إلى مهرجين يحاولون جذب الانتباه ولو عبر تقاذف قنان المياه والضرب على الطاولات وتحويل أنفسهم إلى مساخر مضحكة، ظنا أنهم بهذا يخدعون المواطن ويقنعونه بأنهم حريصون على مصالحهم، بينما هم يمارسون أعمالا ابتزازية لتحقيق مصالح رئاسة البرلمان ورئاسة البرلمان شخصية المنتهية، ونجومه ورطوا العراقيين بقانون انتخابات ومفوضية انتخابات وإجراءات انتخابية فيها الكثير من الثغرات، وقرروا صم آذانهم عن الاستماع لأي نقد أو نصح، وبعد كلفة باهظة ومخاطر قاتلة نسفوا كل ذلك لأن الرئاسة والنجوم خسروا الانتخابات وهم يستحقون الملاحقة القانونية وتحديدا لجنة خبراء. مقال اختيار المفوضية للكاتب صاد عراجي في صحيفة المدى العراقية حول دور البرلمان السابق. لقد أساء البرلمان المنتهي ولايته لمؤسسته، وأوصل المواطنين إلى قناعة بعدم الحاجة لهذه المؤسسة، وهي قناعة خطيرة نتجت عن ضعف الأداء البرلماني وانتهازيته وفوضى الجلسات وهزالة التشريع وكثرة الغيابات ومزاجية وتحزب الرقابة البرلمانية، وهو ما يحيل أي تعبير سياسي أو إعلامي عن التخوف من الفراغ الدستوري إلى سخرية شعبية أو تجاهل عام، ليذهب الرأي إلى أن هذا التخوف مجرد محاولة لتبرير تمديد عمر البرلمان، وهي محاولة متكررة في نهاية كل دورة. لكن هذه المرة صارت المحاولة أشد إلحاحاً إلى حد الرغبة الفضائحية، وهو ما تسبب بعرقلة ولادة البرلمان الجديد. بددت رئاسة البرلمان هيبة هذه المؤسسة ومركزيتها في النظام السياسي عندما قبلت بعقد الكثير من الجلسات المشكوك باكتمال نصابها، وعندما قبلت بتمرير قوانين مهمة في جلسات فوضوية وبطريقة تصويت كارثية، وتغاضت عن الغيابات الكثيرة للنواب ولم تتخذ موقفا حاسما من مدمني الغياب والنواب الفضائيين. ويختم الكاتب بالقول، ما يهدد العراق ليس الفراغ الدستوري لأنه فراغ وهمي وخوف بلا مبرر، التهديد الحقيقي أن البرلمان المنتهي قوض المؤسسات العليا للدولة وأدخلنا في فراغ سياسي بنسفه أعراف العمل الديمقراطي، وأوصل رسائل تؤدي إلى مزيد من العزوف الشعبي، وروج لأفكار فشل كل الإرهابيين والاستبداديين عن تسويقها. لقد تعرض النظام السياسي لتشويه كامل يمنع أي أمل بالإصلاح
إذا لم يكتف البرلمان بإهدار السنوات الأربع الماضية، وإنما نسف سنوات أربع مقبلة. بات الجميع اليوم يلمسون ويشعرون أن الشعب العراقي لا يعاني فقط من إرهاب داعش، بل من إرهاب جديد يتهدد أمنه واستقراره، هو الإرهاب العشائري الذي أخذ أبعادا خطيرة لم تقف عند تهديد الحرية الشخصية للمواطن العادي ولا لأمن وحرية الطبيب والموظف الحكومي والعسكري أو منتسب الأجهزة الأمنية في أداء واجبه، بل وصل إلى تهديده لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية من خلال حروب وصراعات مسلحة تعكس سطوة وقدرات تسليحية بيد ثلة ممن يدعون انتماءهم لهذه العشيرة أو تلك، يعيثون في الأرض فسادا تحت غطاء الأعراف والتقاليد التي اخترعوها أو ابتكروها وألصقوها بالتقاليد والأعراف العشائرية، بحسب الكاتب عماد علو في صحيفة الزمان العراقية. فتحولت العشائرية من مجرد قوانين عرفية تنظم حياة مجاميع من الأفراد إلى وسيلة للابتزاز واستغلال للنفوذ بغير موقعه، واستنكرها الكثير من شيوخ العشائر واعتبروها هي أقرب للتجارة نتيجة تدخل وظهور شيوخ مندسين أغلبهم مأجورون، شجعهم ضعف وتهاون الأجهزة الأمنية على الإغال والتوسع في غيهم بممارسات ما أنزل بها من سلطان ولا تخطر على بال أحد، بل هي أغرب من الخيال، حتى صار مجتمعنا أضحوكة وموضوع تندر واستهزاء لكل من يسمع بهذه الممارسات التي لم تحصل حتى في أكثر العصور ظلاما وجهلا مرت بها أمة من الأمم أو شعب من الشعوب. اليوم تسفك دماء وتزهق أرواح في صراعات عشائرية تستخدم بها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، كما يسيطر الرعب على الأطباء من تقديم العلاج أو إجراء عملية جراحية لمريض في أمس الحاجة لها، خوفا من الفصول العشائرية وما ستؤول إليه الحالة فيما لو توفي المريض أو لم يستجب بشكل ما للعلاج. وبات من السهولة أن يقع أي مواطن ضحية لعصابات تستغل ظاهرة التقاليد والفصول والقوامة العشائرية لابتزازه واستحصال ما يستطيعون من أموال أو فدية أو فصل من هذا المواطن الذي قد لا يكون له ظهر عشائري يستند إليه، خصوصا إن كان كبيرا في السن أو امرأة أو طالبا جامعيا أو أي مواطن بعيدا عن هذه البيئة العشائرية الريفية التي شاعت في المدن والحواضر العراقية، ما شكل أزمة كبرى في المجتمع العراقي الحضري. إذا سقطت الخمينية أين سيكون حزب الله؟ سؤال يطرحه الكاتب حازم صاغية في الحياة اللندنية. فعلى الطريق المفضي إلى سقوط النظام الإيراني كاحتمال بارز قد يداهمنا إرهاب يكون للبنان نصيب مؤكد منه. لغة التهديد بمنع تصدير النفط من المنطقة توحي بالوجهة هذه، وإذا صح خبر الشبكة المتهمة باغتيال معارضين إيرانيين في الخارج فإنه يقطع بالأمر نفسه. إيران قياساً بدول المنطقة وأنظمتها تحمل برنامجاً لتغيير طبيعة الأشياء وليس فقط لتغيير الأنظمة. ربط طهران بغزة وبصنعاء وإحداث تحويلات ديموغرافية ومذهبية على النحو الحاصل في سوريا وتزعيم غير العرب على ما يفترض أنه قضايا عربية لا سيما فلسطين، هذه كلها من أشكال الفائض الثوري التوسعي لإيران. سقوط الشطر الإيراني من هذه المعادلة يفضي حتما إلى سقوط الشطر اللبناني إنسان حزب الله الجديد. لا ينمو ولا يترعرع إلا مع التغيير الخميني لطبيعة الأشياء. إننا هنا أمام علاقة السبب بالنتيجة أو المقدمة بالاستخلاص المنطقي، ومع ذلك فحزب الله ليس هذا فحسب،
هو أيضا حزب لبناني استدعت نشأته ظروف محلية وإقليمية تصدرها احتلال 1982 الإسرائيلي لبنان، خصوصا للمناطق المأهولة شيعيا. قبل ذلك تجمعت مصادر بعيدة وقريبة تؤسس لهذين الوعي والممارسة ظاهرة موسى الصدر والحرمان الشيعي والتوتر الشيعي الفلسطيني في المناطق الحدودية جنوبا، والاستحواذ على قضية الصراع مع إسرائيل بعد تجريد السنية الفلسطينية والعراقية الصدامية منها، فيما مصر تسلك طريقا آخر. هل يمكن فرز اللبناني سياسيا عن الإيراني العسكري في حزب الله؟ مستحيل، لكن في حال سقوط النظام الإيراني يتراجع المستحيل إلى سوية الصعب جدا. أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه للصفقة أو ما تعرف بصفقة القرن بشكل نهائي أو إقامة دولة في سيناء، وصرح الناطق باسمه نبيل أبو ردينة أن الاقتراح مرفوض فلسطينيا، ونفى أن يكون الرئيس المصري قد عرض هذا المقترح، وهذه الوعود الملغومة لا تموت بصلة لأي تسوية، وهي معتادة في تنفيذ المؤامرات مكتملة الأركان في سعيها لإنهاء الوجود الفلسطيني ومحوه من خرائط السياسة والتاريخ والجغرافيا، بحسب الكاتب محمد عبد الحكم دياب في مقال بصحيفة القدس العربي. والسؤال الملح هو متى سمح الغزاة والمستوطنون والمستعمرون بتنمية وإعمار أرض احتلوها واستوطنوها؟ والتجارب التاريخية الخاصة والعامة والكونية تؤكد أن هؤلاء يأتون للإبادة والقتل والتشريد والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين والغرباء وإحلالهم محل أهل البلاد الأصليين، ومن يصدق ذلك إما معتوه أو خائن. وأرجو أن يذكرنا أحد بوعد قطعه مثل هؤلاء ونفذوه. ولننظر للهاشميين ومصير الشريف حسين بن علي والفلسطينيين والعراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين والصوماليين والأفارقة والصينيين والكوريين والفيتناميين والهنود الحمر، وسيتكرر هذا مع آل سعود وغيرهم. ونجاح هذه المؤامرة يؤذن بمصير لا يختلف كثيرا عن مصير الهنود الحمر، فهل يفيق سكان القارة العربية الممزقة؟ ويختم الكاتب السؤال الملح هو متى سمح الغزاة والمستوطنون والمستعمرون بتنمية وإعمار أرض احتلوها واستوطنوها؟ ما يهمنا في القمة المرتقبة المؤشرات التي تفسر إطالة أمد الصراعات في منطقتنا وخلق بؤر الإرهاب باختيار التوقيت والمكان وفق رؤية التوازنات الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة وروسيا، وعلى طريقة التدوير في أنشطة داعش والميليشيات والإرهاب الإيراني، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. لماذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري قبل موعد القمة، وتركت لروسيا القول الفصل في فرض شروطها الاستعلائية المدلة على فصائل المعارضة المسلحة في سلسلة إملاءات الإبادة والتهديم على وقع التخفيض في اتفاقات معلومة الأهداف كان شغلها الشاغل اغتنام وكسب الزمن لتوجيه الجهد وإدامة زخم القوة العسكرية والسياسية للاستفراد بهدف محدد في متوالية القضاء على الثورة الشعبية السورية؟ الاستعجال الروسي في حسم معركة درعا قبل قمة هلسنكي بما في ذلك من معالجة العلاقات الروسية الإيرانية على ضوء الموقف الإسرائيلي الإيجابي من بقاء النظام الحاكم في سوريا ومن تسوية الموقف مع القوات والميليشيات الإيرانية على عموم الأرض السورية وتحديدا في الجنوب، يذكرنا بتشريع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهاية فترته الرئاسية لحسم المواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل
لدعم الحملة الانتخابية لمرشحة حزبه الديمقراطي هيلاري كلينتون. قمة هلسنكي ستكون معنية بمجموع الأزمات الدولية ومراجعة واقع العقوبات على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا، ترافقها تأكيدات أمريكية من البيت الأبيض قبل القمة بعدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014. العنوان الرئيسي الذي هيمن على 9 ساعات متواصلة من النقاش الساخن بين الزعماء الأوروبيين كان تماماً ما سبق أن أثاره ميشيل سليمان في مؤتمر الكويت، أي تقاسم الأعباء بين الدول الأوروبية لاستيعاب أزمة اللجوء، رغم أن كل دول الاتحاد لا تستقبل ما يستقبله لبنان وحده. وقد وصل الأمر إلى درجة أن دول أوروبا الشرقية هددت بداية بمقاطعة المؤتمر الذي لم يتوصل عملياً إلى برنامج أو خطة واضحة وملزمة متفق عليها حيال هذه الأزمة، بل كان عنوان الطوعية في تحمل مسؤوليات اللجوء الصيغة الغامضة التي منعت المؤتمر من الفشل، لكنها بالتالي لا تمثل حلا لهذه المسألة المعقدة بحسب الكاتب راجح الخوري في مقال بصحيفة الشرق الأوسط. وجه التعقيد في الأزمة لا يتمثل في الانقسامات داخل القوى السياسية في بعض دول الاتحاد فحسب، بل في الخلافات العميقة داخل دول الاتحاد. وهذا الواقع كان ماثلا منذ عام 2015 الذي شهد أكبر نسبة لجوء. رغم تراجع أعداد اللاجئين في السنوات الثلاث اللاحقة، لم يتم استيعاب المشكلة وإيجاد الحلول المتفق عليها لتحمل الأعباء، بل زادت الخلافات والانقسامات وبرزت مشكلة جديدة داخل بعض الدول، وهي بروز اليمينية الشعبوية التي تقوم على سياسة رفض استيعاب اللاجئين وتدعو إلى طرد الذين دخلوا وإغلاق الحدود في وجه الواصلين. وبإزاء هذه الخلافات لم يتردد الخبير الاقتصادي والمالي المعروف جورج سوروس من دعوة الأسرة العربية إلى انتهاج سياسة موحدة تجاه تفاقم أزمة اللاجئين وتبعاتها على النظام الأوروبي. وحذر سوروس في منتدى دافوس العالمي الأخير من تفكك الاتحاد الأوروبي نتيجة تدفق المزيد من اللاجئين، وخصوصا في ظل تزايد الخلافات بين السياسيين، قائلا إن أوروبا هي الآن في وضع يشبه مكانا مغلقا من دون مخارج، ويمكن أن تلتهم النار جميع من فيه دون أن ينجو أحد، وخصوصا في ظل حال من الذعر دون وجود العلاج. عندما زارت ميركل بيروت، قال لها الرئيس ميشيل عون إن لبنان لم يعد قادرا على احتمال طوفان اللاجئين الذين تضيق أوروبا بنصف أعدادهم، وأنه تكبد حتى الآن ما يتجاوز 19 مليار دولار، ولم يحصل من الدول المانحة على أكثر من 9 مليارات دولار. ورغم هذا، ها هي أوروبا تسعى لإقامة منصات إنزال للاجئين خارج أراضيها. وإذا كان الاتحاد الأوروبي مهدداً بالتفكك بسبب اللجوء، ترى ماذا بقي أو يمكن أن يبقى من لبنان؟ يتساءل الكاتب. تمكن باحثون من تخليق أجنة هجينة في المعمل من نطف حيوانات وحيد القرن الأبيض التي توشك على الانقراض، على أمل أن يساعد هذا في إنقاذ النوع المعرض لخطر الانقراض. وحيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي أكثر الثدييات على وجه الأرض عرضة لخطر الانقراض، حيث لم يتبقى منها على قيد الحياة
إلا أم وابنتها تعيشان بمحمية بيجيتا في كينيا. ونجح الباحثون في جمع قرابة 300 مليمتر من المني من آخر 4 ذكور من وحيد القرن قبل نفوقها. يقولون إنها كمية كبيرة لكن جودتها منخفضة للغاية. وقال توماس هيلد بيرد من معهد ليبنيتس لأبحاث الحيوانات والحياة البرية في ألمانيا الرئيس المشارك للبحث: نأمل في غضون 3 سنوات ولادة أول وحيد قرن أبيض شمالي. الآن إلى الكاريكاتورة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.